فرنسا. يبدأ المشوار في كأس العالم مع المباراة الافتتاحية، مباراة عليها تركيز كبير لأنها تعلن انطلاقة أكبر حدث على مستوى العالم، بطولة يتابعها عشاق كرة القدم وحتى غير متابعين ربما لكرة القدم، بطولة يحلم فيها الجميع، الكل يبحث عن لقبها، الكل يبحث عن المشاركة فيها، الكل يريد أن يصل صوته إلى العالم من خلال هذه البطولة، ثم أن الكل يريد أن يحقق الفوز والنجاح والتاريخ في هذه البطولة. من يحضر المباريات بشكل دائم يعرف هذه الأجواء جيدا ويعرف جمال هذه المشاهد من هذا الملعب. لم يفوتك الكثير إذا بدأت المتابعة في هذه اللحظات. كرة خطيرة أمام مجال التسديد موجود، والآن إلى رمية التباس، يبحث عن زميله حكيمي مع كرة بينية، انصري بعيدة تماما عن المرمى، كان تحت رقابة كبيرة جدا، عمل دفاعي رائع في مباراة اليوم. بينية جميلة، دفاع يشتت الكرة، كانتي ممتاز في التمرير، ملعوبة بشكل جميل، مابي تمركز واستلام كرة كان رائع جدا، لكن أين إنهاء الفرصة؟ عليك أن تكون حاسما أمام المرمى، ضاعت فرصة كان يمكن استغلالها. فرنسا يحصل على الركنية الأولى في المباراة، خلص الكرة على الطاير، شاكلا يشتت الكرة، الآن محاولة لرد الخطورة، الهجوم تحول الآن إلى الجهات الأخرى، كريم بنزيما، حكيمي يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. جولو كانتي، كريم بنزيما، كيليان مبابي، صافرة من حكم المباراة، هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. كونكو لمسة بينية، مساحة خالية على الجانب، يخرج الحارس ويمسك بالكرة، يمر ويلعب كرة بينية، يستقبل كرة في وضعية ممتازة، ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. يحصل عليها هيرنانديز، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ، حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة.
تنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل أبيض بدون أهداف. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعدها، كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. الله، كرة جميلة استلمها اللاعب إنكونكو. فرصة خطيرة. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافع، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. هجمة مرتدة سريعة كادت أن تسفل عن هدف وتوضح مدى خطورتهم. المغرب يبحث عن حل من دكة البدلاء. تشاوميني، كيليان مبابي. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. بول بوغبا يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. يحاول لعب الكرة إلى الأمام، قد تكون هذه فرصتهم. يا إلهي، تدخل جميل في اللقطة الأخيرة. أكيد التمريرات الناجحة تخلي الفريق يكسب الاستحواذ، ومع الاستحواذ تأتي الثقة، لكن مهم جدا أيضا أن يكون فيها محصلة إيجابية. يحتسب الحكم ركلة حرة. الكرة ملعوبة من مسافة. كانتي الآن إمكانية المرتدة، كرة إلى الأمام. هل يمنير؟ متابعت الكرة المرتدة، هدف يأتي. نعم نعم، الكرة في المرمى. الله، على روعة الهدف، وأخيرا يأتي الهدف. قناص أمام المرمى، يا لها من فرصة، يا لها من نهاية. هذا اللي يقول لك لاعب حاسم. قرأ الموقف بشكل سليم، ردة فعل سريعة جعلته يسجل هذه الكرة. الأمر لم يكن مصادفة بصراحة، ذكاء هو عامل حسم في مثل هذه المواقف. الفريقان يستخدمان الأوراق المتاحة من على دكة البدلاء من أجل صناعة الفارق. متقدمون الآن، ولكن هل يمكنهم التماسك في الدقائق القليلة المتبقية؟ وتنطلق الصافرة وهكذا تنتهي المباراة.